صدى الملاعب تحدث الرئيس السابق لفريق القادسية الكويتي فواز الحساوي عن أسباب عدم توفيقه سابقا مع نادي اللي اشترى نوتنغهام فورست الإنجليزي وعن مفاوضات جارية لامتلاك نادي إنجليزي جديد ونقاط أخرى نتعرف عليها مع مراسلنا في الكويت خالد إبراهيم ومن دبي حمزة بن جدو. رئيس نادي القادسية السابق ورئيس نادي نوتنغهام الإنجليزي السابق سيد فواز الحساوي، حياك الله معنا في برنامج صدى الملاعب. سيد أني أكون معاكم في هذا اللقاء وأشكركم الحقيقة على هذه الاستضافة. في الفترة السابقة كان مختفي عن الظهور الإعلامي شوي، أبو عبد العزيز وينك في الفترة السابقة؟ بالعكس أنا متواجد، يعني إذا كنت بالكويت أحرص أني أحضر سواء لنادي القادسية اللي هو نادي، كذلك أحرص إذا صارت مباراة للمنتخب أني أحضر كذلك، ومتابع جيد للرياضة. يعني اتجهت إلى الخارج وشريت نادي نوتنغهام فورست، يمكن ما كانت لي خلينا نقول، يعني ما كان لي حظ مثل ما كان في نادي القادسية، ما وفقت خلينا نقول، وهذا وارد في الرياضة في أنك تنجح في عمل معين وفي أن الحظ ما يحالفك في هذا. حطيت أمامي خطة معينة لفترة 5 سنوات أني أحاول أني أصعد نادي نوتنغهام فورست إلى الدوري الممتاز، ولكن يعني خلينا نقول ما حالفني الحظ نوعا ما، ولكن يوم شفت أن الوضع أصبح في هذا الشكل حطيت حق وقتي تايم ليمت، يعني 5 سنوات، قلت بيني وبين نفسي إذا لم يحالفني الحظ راح أبيع النادي، والحمد لله والشكر يعني أنا ما ضريت النادي، شريته بالشامبيونشيب وبعته بالشامبيونشيب. I'm trying my best, but overall what we brought for the club, I think they are a very good player and quality player for the club. يمكن تراجعنا بالسنة الأخيرة لأنه تعرضنا للحظر اللي أصاب النادي اللي هو الإمبارجو، هذه سببت أضرار لنا، والحمد لله والشكر لا أشكر ربي يعني إن ما تراجع الفريق إلى المرتبة اللي تحتها، حاولنا جاهدين أن نبقي الفريق في الشامبيونشيب ونجحنا في هذا الأمر. السيد فواز الحساوي في تفاوض مع أحد أندية الدرجة الممتازة الإنجليزي، شنو صحت هالأخبار وين وصلت؟ أنا جلست مع أصحاب النادي اللي إحنا كنا قاعد نتفاوض معاهم عليه، أنا آسف ويعذروني إخواننا يعني في صدى الملاعب أني أنا ما أقدر أفصح عن اسم النادي لأن إحنا موقعين اتفاقية سرية، ولكن ما يمنع أني أنا أقول لك إحنا مجرد لحد الآن بداية التفاوض، يعني ما إحنا بالمراحل المتوسطة أو المراحل الأخيرة. من هذا المكان راح نشوف عاد إحنا وضعنا، هل إن نكمل أو هل إن يمكن لعل ما تتم الصفقة. ترى على فكرة يعني قبل أفاوض هالنادي أنا فاوضت ناديين قبله وما صار. ليش ما نشوفك في الدوري الأسباني، الدوري الفرنسي أو حتى الدوري الألماني؟ يعني أعشق الدوري الإنجليزي، بالإضافة يعني أنا كان لي حلم يوم من الأيام أني أمتلك نادي فيه، والحمد لله والشكر لله تحقق هذا الحلم، ولكن الحلم الأكبر اللي ما تحقق أني ما يعني ما حققت أو وصلت حق شيء أبي أوصل له فيه، يعني مثل أني أهلت فريقي للدوري الممتاز أو أني يعني وصلت لنهائيات أو حققت بطولة. هذا كان الشيء اللي سويته ملموس مع نوتنغهام فورست، يعني فريق تحت 17 سنة أخذ بطولة الدوري، فريق تحت 20 سنة أخذ الدوري، وخذيت أفضل رئيس نادي في بريطانيا عام 2012-2013. في حال إن شاء الله وفقت في شراء النادي الإنجليزي راح نشوف لاعبين من الدوريات الخليجية، لاعبين عرب الدوريات الخليجية أو حتى دورينا المحلي. كل المجالات مفتوحة، ولكن أنا ما راح ألجأ للمجاملة هالمرة يعني، ولكن إن وجد لاعب مثل محمد صلاح يعني قاعد يلعب في أقوى نادي يعتبر بالعالم حاليا اللي هو ليفربول ومتصدر الدوري، ليش لا؟ إذا وجد لاعب مصري أو سعودي أو قطري أو كويتي أو إماراتي ليش لا؟ بالعكس.